إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. قال أحدهم: أعطانا الله أنفسنا وأموالا ولما علم بخلنا بها اشتراها منا مقابل الجنة. من السنة أن أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، لأنه عمل متعد النفع في إصلاح بين المتخاصمين. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العالم متعد النفع على المتفرغ للعبادة بنفسه، فهو قاصر للنفع على نفسه فقط. ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله لما قاموا وبنوا الخيام وتعاونوا. قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله على من كان صائما وجلس دون أن يقوم بنفع غيره. أيضا: من أكل البصل والثوم فليقربن مسجدنا، لأنه من مصلحته الشخصية أن يأكل الثوم والبصل، لكن ذلك في إيذاء للآخرين، فقدم الإسلام متعدي النفع لا يأكله حتى لا يقوم بإيذاء الآخرين في بيت الله تبارك وتعالى، والإحساس نعمة. الاحتكار فيه مصلحة شخصية، من احتكره فهو خاطئ، فيه إضرار بالآخرين. المريض لا يرد على صحيح لأنه يقوم بالإضرار به، فمن ثم يقدم العمل المتعد النفع على قاصر النفع لا ضرر ولا ضرار. رجل جاهد بنفسه وبماله. ادخار لحوم الأضاحي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأعوام عن ادخار لحوم الأضاحي، فلما كانوا في العام الثاني قالوا: أنا أدخر يا رسول الله؟ قال: تصدقوا وادخروا، إنما نهيتكم من أجل الدافة. في العام الماضي كان عندنا قبائل تريد طعاما، فنقدم العمل متعد النفع بالصدقة على الادخار لمصلحة شخصية. رفض رسول الله مغريات قريش المال والجاه والمنصب مقابل ترك دين الله تبارك وتعالى والدعوة إليه. مخالفة الرماة لأمر الرسول في غزوة أحد، كان هناك عمل متعد النفع بالحفاظ على الجيش الإسلامي، وهناك عمل قاصر النفع بجمع الغنائم، فلما ركزوا على جمع الغنائم كانت الهزائم، فمن ثم كانت هذه القاعدة. المرأة المخزومية جاءت شفاعة لعدم قطع يدها، فغضب صلى الله عليه وسلم، لأن إقامة الحدود فيها أعمال متعدية النفع لعدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء فيما بعد على مصلحة المرأة المخزومية. سيدنا عمر بن الخطاب جعل أرضا خاصة للفقراء والمساكين من أجل قضاء حوائجهم. شرع عثمان بن عفان بروما بماله، لأن المال هذا المال جعله شراء للماء لمصالح متعدية النفع، بدلا من أن يجعل البئر لنفسه فقط. تطبيقات هذه القاعدة، ونركز على التطبيقات المعاصرة. أعمال البر أفضل من نوافل العبادات في مساعدة الآخرين. إذا تعين الجهاد كان أفضل من بر الوالدين. الأعمال والمهن تتفاضل بحسب نفعها للآخرين، فالعمل المتعد النفع أفضل من عمل يكون أقل نفعا للآخرين. فروض الكفاية مصالحها متعدية النفع كالتخصص في الهندسة والطب وغير ذلك. الإعانة على الزواج أفضل من حج النافلة. معه مال يمكن أن يذهب لحج نافلة، فالأفضل أن يعين آخر على بناء بيت مسلم. الصدقة أفضل من قيام الليل يتصدق، عمل متعدي النفع. من يحج عن غيره فريضة أفضل ممن يحج عن نفسه نافلة. لرجل لا يستطيع أن يحج عن نفسه فريضة، يحج عنه فريضة أفضل من مصلحته الشخصية. تعليم الآخرين أفضل من صيام النافلة لأنها متعدية النفع. تفضيل العالم على العابد. الأفضل في الصدقة ما كان نفعه أكبر، الوقف على مواقع إلكترونية، الوقف الذي يؤدي إلى
ثمرات ونفع للآخرين على مدى طويل. من كان يصلي أو كان صائما ووجد غريقا، فهنا مصلحة أن يصلي ومصلحة أن ينقذ هذا الغريق أو الغرقى، فيقوم بإنقاذ الغريق ثم يقضي صلاته فيما بعد. وإن كان صائما ولا يستطيع ولا يقوى على إنقاذ الغريق إلا بالفطر، يقوم بالفطر ثم ينقذ هذا الغريق ويقضي هذا اليوم إن كان صائما. حجر على الطبيب الجاهل من مصلحة أن يعمل، ولكن هناك أضرار بالآخرين فيقدم العمل متعدي النفع على قاصر النفع. صورة صدقة وإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن نقول من ضمن الطرائف إن حقوق الأخوة تعطى ولا تطلب في الصدقات أو الأخوة. لا يأتي شخص إلى آخر ويقول له أعطني مما أعطاك الله. العمل المتعدي النفع أفضل من قاصر النفع. فقد جاء شخص إلى أحد العلماء وطلب شيئا وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقال: لقد ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. انصرفوا مع هؤلاء. نعم. استثناءات هذه القاعدة: لا تتقدم الأعمال متعدية النفع في كل الأحوال على الأعمال قاصرة النفع إلا لو تساوت في المنزلة والدرجة. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم